الخوف، خوف أسوأ كلمة وأسوأ حالة. الخوف من حد يعمل حواليه هالة، والخوف على حد يخليه على أهله عالة. ولو الخوف طبع يصبح الجدع آلة، لو الخوف صح يصبح فعلا أسوأ حالة. لو الخوف مرض يبقى السلام دواء، أصل الخوف يدمر ناس أو يقتل ولو فرد من جواه. الخوف ممكن يكسر إنسان أو ما يحس إن في حياة. الخوف ما بيمنعش الموت، الخوف بيمنع الحياة. أصل الخوف سلاح خطير، ما يستخدمه إلا إنسان حقير، ويسيب بناس كتير سواء كانوا حبة أفراد أو شعب كبير. لأجل ما يتمكن منهم ويسيطر، الكذب والزن عن أي خطر، سواء موجود ويفهم زي القطر أو نقط أو تأثيره زي نقط البطر. بس ده سهل وبسيط، مهما كان طويل بس لسه موجود الحل. ولو مليان بنصايح بس زي الفل، ولو فجأة تعصر ممكن برضه يتيسر. واللي يقصر فيه إنسان ضعيف، يهزه أي شيء ولو خفيف، ومهما كان علاجه كثيف بس يفضل خايف ولو متضيف. واللي يتمنى غيره خوف يبقى مثال الحمق وعدم الشوف. واللي يأثر بالخوف على غيره هيتأثر بيه أكتر طول حياته. بس أكتر حاجة نخاف منها هي المجهول، ولو بدون سبب أو داعي على طول. حتى لو بنخاف من مجرد الوقت أو حتى مجرد التنفيس بكشكول، بس في اللي يقدر يعبر ويقول مهما كان مقدار خوفه لكنه قاوم وغلبه. وحتى لو خاف الإنسان لأي سبب أو دافع مهما كان، سواء مين خاف عليه ومن إيه كمان، لكن مش كل خايف زي التاني. في اللي لسه بيتعب ويعاني، في اللي لسه بيحاول ويعافر، في اللي لسه بيبعد ويهاجر. فنصيحة مني، افضل حاول حتى لو ما معكش أي معاول، لكن ممكن في يوم تفضل تقاوح لأجل إنك تكون في الآخر رابح. ولو تعبت فجأة في النص لقيت حواليك الدنيا هص هص، لكن ممكن في يوم ترجع وتكمل تاني لأجل ما تفضل من ندم تعاني. فهمت ولا أقول تاني؟